إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تحية للجميع مشاهدينا مباشرة من ضواحي قلعة السرغنة وبالضبط من جماعة لمزم. مشاهدينا مربو أن نحل خسائر بالملايين بسبب فيروس خطير. يعني غادي نخليكم مع أحد أصحاب تعاونيات هنا بالمنطقة التي يقولوا أنهم خسائر بالملايين بسبب فيروس، وغنشوفوا رسالتهم للمسؤولين. يعني غادي تبقوا معنا مشاهدينا من خلال هذه الضيعة ديال النحل، وغادي تشارجي معنا شريف، نعم سيدي، هي اجي معنا انت مباشرة على قناة شوف تي في. هاك سيدي، احكي لنا على هذا الفيروس اللي صاب لكم النحل ديالكم. خذ الميكرو الفوق، بسم الله خذ الرحمن الرحيم. الميكرو الفوق، احكي للمشاهدين اشنو وقع بالضبط، شحال المدة هذه باش وقع هذا الشيء مشى لكم النحل، ضعتوا في واحد الخسائر اللي هي كبيرة ديال الفلوس. بسم الله تفضل. الرحمن الرحيم. المهم بدا اول حاجة بدا الف مرحبا بكم. احنا دابا استاذ هذا المرض هذا اول مره كيكون، احنا ما مولفش كيكون عندنا هذا المرض، ما مولفش يخوي لينا النحل ديالنا. مولفه المنحل ديالنا كتكون في كاع 300 ولا 300 صندوق، مولفه كتخوى جوج ثلاثه في العام. هذا العام جا هذا المرض ما عرفناش سميته، ودابا اتصلنا بالناس ديال السلامه الصحيه مشكورين باش عطاونا مبيدات، ولكن ما دوك المبيدات جناهم استعملناهم لهذا النحل، ولكن اخويا ما كاينش، ما قداش. دابا ملي اتصلنا بهم يامس مشينا عندهم، قال لك يا ودي هذا المرض هذا عاد هزوا شي عينات صيفطوهم لاوروبا باش يشوفوهم. قال لك يا ودي هذا المرض هذا راه حنا عرفناه وتعرفنا عليه، راه غادي يجيو عندنا تا هما، مازالوا غادي يجيو عندنا تا هما مشكورين. واتصلنا بالمكتب الاستشاره الفلاحيه تا هما مشكورين اللي استقبلونا ورحبوا بينا، وقال لك يا ودي راه غادي يكون حل ان شاء الله نهائي لهذا المرض هذا. وحنا الحمد لله راه مشى لي الحمد لله على السلامه، والحمد لله اللي جاب الله 100 مرحبا بها، وكنحمد الله سبحانه وتعالى. وحنا كنطلبوا الناس المسؤولين كاملين باش يوصلهم هذا الميساج باش يتعاونوا معنا ويشوفوا لنا شي سلاله او مبيدات اللي باش نشوفوا باش نقضيوا على هذا الوباء هذا. وحنا نوصلوا الميساج ديالنا، والحمد لله الاخوان كاع اي باب اللي مشينا عنده كنصيبو مفتوح بوجهنا، لا العماله ولا الفلاحه ولا السلامه الصحيه. وحنا كنطلبوا دابا من المسؤولين باش يتعاونوا معنا، وراه هادشي خسائر تقريبا 21 مليون اللي مشات في هذا المنحل هذا، لان 360 خاليه مشات. وحنا الحمد لله كان هادشي اللي عطى الله هو هذا. حنا دابا مرحبا باللي جات من عند الله، مرحبا بها، غير كنطلبوا من المسؤولين باش يتعاونوا معنا باش نردوا هذا المنحل هذا مسكين، نردوا الحياه الطبيعيه ديالو، لان هذا المنحل ما لهذا المنحل ما بقيناش دابا كنجيو نهودوا نشوفوه، لان كلشي مشى كلشي ضاع، راه تقريبا 360 خاليه اللي ضاعت. والحمد لله هادشي اللي كاين، وكنشكروا هذه القناه تي في مشكوره اللي زارتنا وجات عندنا، وهادشي اللي عطى الله، والحمد لله هادشي اللي كاين. واخا باش نقربوا للمشاهدين اكثر، توري لي شنو هما المشاكل مثلا اللي صابوا النحل هنا بهذا المنحل هذا. كنا تبقاو معنا مشاهدي قناه شوف تي في باش نقربوكم اكثر من هذا المشكل ديال هذا الفيروس. هذا الفيروس خلى الحضانه ديالو، كمان كتشوفوا الحضانه هي باقيه، الحضانه ديالو باقيه، البيض كاين، العسل كاين، العسل كاين ماشي العسل كاين، ماشي زعما هادشي جيعان ولا شي حاجه، ان كلشي كاين. ولكن المرض هذا كيجي النحل اليوم تيكون غدا ما كيصبحش، تيخلي الخليه ديالو، كيخلي العسل ديالو، فين مشى النحل الله اعلم. دابا هو العسل دابا كاين تقريبا، هذه راه تقريبا نص كيلو ديال العسل فيها، ولكن اخويا ما عرفت. حنا دابا هذا المرض هذا اول عام تيكون، وعاودوا لنا شي اخوان، قال لك اودي عاودوا لنا دابا شي اخوان، دابا نسقنا معاهم، قال لك اودي هذا المرض جابوه الناس ديال الغرب، هما اللي جابوا لهاد الزقوم هذا. ولكن ملي سولنا الناس ديال الغرب تاهما عندهم هاد المشكل هذا، ما كاينش نحل اللي ما مشاش ليه 300 400 ديال النحل. حنا دابا كنطلبوا غير المسؤولين باش يتعاونوا معنا، وشكرا وبارك الله فيكم، وشكرا لقناة تي في، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا كما كتابعوا معنا على المباشر، أجي معايا شريف على المباشر من ضواحي قلعة سراغنا من جماعة لمزم. يعني هنا كيقول هذا السيد أن مشات له 21 مليون، يعني اللي ضاعت له بسبب هذا الفيروس اللي صاب النحل. إذا مشاهدينا نخليكم مع أحد مربو النحل. تفضل سيدي، احكي لنا على، حتى أنت ضعتي في بزاف ديال ديال نعم خويا، هو كاين الضياعه هذا الفيروس هذا، ما عرفناش اشنو السبب ديالو، ما فهمناش المرض ديالو، داوينا ما خلينا ما درنا،
ومشينا عند اصحاب لانسا البارح، قالوا لنا غادي نجيو لعندكم ونهزوا واحد العينه ونراقبوا داكشي وغادي يردوا لكم الخبر اشنو غادي يكون ان شاء الله. ولكن حنا باقيين كنتسناو ولا يمشي لينا الباقي. دابا لا تمشينا الباقي، اللي باقي عندنا يمشي حتى هو. هذاك الشيء مناش خايفين حنا، مناش كنتخوفوا. وبغينا شي معلومه صحيحه صحيحه اللي تكون باش نعرفوا هذا المرض، هذا الفيروس اشنو هو، باش نعرفوا اشنو هو. حتى حنا ما عرفناش. دابا كيخرج كيخلي الحضانه ديالو، يخلي العسل، كيخلي الفرخ ديالو، كيخرج كيمشي كيموت، ولا ما عرفناش السبب ديالو اشنو هو. وحنا كنطلبوا المساعده، وكنطلبوا ان شاء الله يا ربي باش يجيو ويشوفونا ويتعاونوا معنا، لحقاش هاد النحل راه كيساهم حتى هو في العيش ديال جميع حتى البشريه، حتى الشجر، حتى كلشي كيلقح منه الحمد لله، كلشي كيستافد منه. ولكن الا انقرض هاد النحل ما بقى حتى حاجه. حنا بغينا ان شاء الله يا ربي يجيو ويوقفوا معنا ويشوفوا هادشي ويتعاونوا معنا، ومهم وقدروا يدبروا لنا على شي سلاله اخرى اللي تبقى عندنا، حيت حنا عندنا العيش ديالنا في هاد النحلات، ما بقى عندنا جابة ما نديروا منو. حنا مقابلين وعايشين فيه وعايشين معنا الناس، كيخدموا معنا فيه حتى هو. المهم اللي عنده الحديد كينقل لينا، كنكريو كلشي، المهم محركين مروج القضيه. الا ما كانش هاد النحل حنا ما عندناش العيش ديالنا، ما عندناش باش غادي، ما عندنا باش غادي نعيشوا. ني الخليه مشات، بقات شي حاجه قليله، الا ما نقدناهاش غتمشي حتى هي. هادشي اللي كاين، وشكرا. ونطلبوا الله يعوضكم خير. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر، كشوا معنا الرساله ديال المربو النحل للمسؤولين، بعد ما يعني واحد الفيروس، كيقول واحد الفيروس خطير اللي صاب لهم هاد الضيعات ديال النحل، ف ديال النحل التعاونيه. فنتمناو الله يعوضهم خير. كما تابعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في على المباشر من ضواحي قلعه السرغنه، نلقاكم في مباشر جديد في موضوع جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.